اللكمة أو متحف لوس أنجلوس للفنون والآثار. قد لا يكون هذا المتحف الأقدم في المنطقة، ولكنه بالتأكيد من أكبر المتاحف الجامعة للفنون والآثار غربي المسيسيبي. إليكم حلقة خاصة من آفاق من متحف لكمة في لوس أنجلوس. هو أكبر متحف فنون غربي الولايات المتحدة، وهو ذو طابع شامل لكل الثقافات من العصور القديمة إلى الوقت الحاضر. ما هي الأقسام التي يتألف منها هذا المتحف؟ لدينا 5 مباني مخصصة لمجموعاتنا الفنية، وهي من مختلف العهود. تأسس المتحف سنة 1965، وكان مكوناً من 3 مبان، وزدنا عليها جناحاً للفن الياباني وآخر مخصصاً للفن المعاصر، وتلاها سنة 2008 مبنى متحف البرود للفن المعاصر ومساحته نحو 5000 متر مربع، وأقمنا سنة 2010 جناح ريزنيك المخصص للمعارض المؤقتة وتبلغ مساحته نحو 4000 متر مربع. يبدو أن المتحف يلعب دورا كبيرا في نشر الثقافة في كاليفورنيا، فما هو هذا الدور؟ إننا نقوم بنشاطات تلائم جميع فئات الجمهور، ومشروعنا التعليمي يعتمد على التواصل مع المجتمع، وقد جعلنا الدخول إلى المتحف مجانيا إلى كل منتسب دون 17 من العمر أو لأي شخص بالغ يصطحبه إلى هنا. إننا نبذل جهدا كبيرا في سبيل انتساب الجمهور إلى المتحف وارتباطه بنا في المستقبل. نقوم ببرنامج على الصعيد المدرسي لتدريب الأساتذة في مجال الفن، ولدينا أيضا برامج أخرى موجهة للجمهور وتتعلق بالسينما والموسيقى، بالإضافة إلى محاضرات عن مجموعاتنا الفنية يلقيها مؤرخون في مجال الفن. لدينا أيضا معرض مؤقت لأعمال فنانات من الولايات المتحدة والمكسيك اتبعن الطريقة السوريالية في سيرتهن الفنية. غرفة الجلوس هذه هي في منزل عائلة إيمز التي ارتبط اسمها بالفن والتصميم الداخلي والديكور في كاليفورنيا. ولكننا لسنا فعليا في منزل الإيمز، بل في معرض كاليفورنيا ديزاين في متحف اللكمة، حيث نقلت هذه الغرفة بكامل تفاصيلها. هذا المتحف يهدف إلى إظهار تطور الفن والتصميم الداخلي والخارجي في كاليفورنيا. يدعى هذا المعرض التصميم الكاليفورني من سنة 1930 إلى سنة 1965 أو طريقة الحياة العصرية، وهو أول استعراض لمكونات الثقافة المادية الكاليفورنية من أثاث وزجاجيات وفخاريات وأعمال حدادة ورسوم هندسية وأفلام وملبوسات وتصاميم. ما هي أهمية مثل هذا المعرض؟
أهمية المعرض هي أن كاليفورنيا كانت الرائدة في مجال التصميم في سنوات بعد الحرب العالمية الثانية، ويعود ذلك إلى مجموعة عوامل توافرت استثنائيا هنا، وأولها أن جنوب كاليفورنيا كان مركزا لصناعة الطائرات وشمالها كان مركزا لصناعة السفن، فتوافد الملايين إلى هنا بحثا عن فرص العمل. وتوافرت أيضا فرص كبيرة لتحصيل العلم بعد الحرب عن طريق قانون الجنود الذي منح التعليم المجاني لكل من شارك في الحرب ومساعدات للحصول على مسكن. أصبح لكاليفورنيا من جراء ذلك سكان مثقفون وطلب على السكن والمقتنيات. وهناك أيضا روح المغامرة التي تتميز بها كاليفورنيا، فهي ولاية حديثة العهد بالمقارنة مع نظيراتها في شرق أمريكا. أما المناخ الخلاب فقد سمح للناس بحرية أكبر في معيشتهم. أول ما تشاهده لدى دخولك المعرض هي مقطورة إيرستريم، وصنعت سنة 1936، وهي تجسد الشعور الجامح بالحرية الذي يميز كاليفورنيا، فأنت تستطيع أن تنطلق متى أردت. تصميمها إيروديناميكي انسيابي ويعرف بستريم لايننج، وهي رمز للتعاون الوحيد من نوعه بين كاليفورنيا ومصنعي الطائرات، فمعظم العاملين في الشركة المنتجة عملوا في صناعة الطائرات سابقا. يوجد على اليمين ما يمثل الجزء الثاني من المعرض، وهو صناعة كاليفورنيا. أعطى التمويل الضخم للصناعات البحرية من قبل الدولة فرصة لتشارلز وراي إيمز، وهما أشهر المصممين الكاليفورنيين، لإتقان تقنية الخشب الرقائقي المصبوب التي استعملاها في صنع الكراسي، والتي هي أفضل ما يمثل تصميم القرن العشرين. وقد استخدما أيضا الألياف الزجاجية التي كانت تستعمل لإنتاج المخروط الأمامي للطائرات الحربية، فحولها الثنائي إيمز لصناعة الكراسي أيضا. لقد أعطى الثنائي من خلال ابتكاراتهما في مجال التصميم الفرصة للطبقات العاملة والوسطى لاقتناء مفروشات ذات نوعية جيدة وبأسعار مناسبة، وكان شعارهما الأفضل للعدد الأكبر بالسعر الأقل. يشهد كل من انعدام التزيين واللون الأبيض الناصع والشكل الهندسي على الطابع الشعبي للتصميم الكاليفورني وبساطته الجمالية. نحن فخورون لتمكننا من إعادة تكوين غرفة الجلوس في منزل عائلة إيمز، والذي بني سنة 1949 وما زال قائما في ضاحية باسيفيك باليسيد في لوس أنجلوس، وبني في يومين فقط. ويمكنك أن تلاحظ بنفسك المزايا الهندسية له وحرصهما على التصميم المركب، لكن داخل المنزل متأثر بشخصيتهما ويحتوي على أكثر من 1800 قطعة. اختلف التصميم الكاليفورني العصري عن نظيره الأوروبي بابتعاده عن الأسلوب النخبوي والمحصور بطبقة معينة. تجاوبنا نحن مع المنظر الطبيعي بحماس شديد، وزاوجنا بين الداخل والخارج. تحدثنا عن المفروشات وعن التصاميم الداخلية، ولكن ماذا عن الألبسة والأقمشة الموجودة في هذا المعرض؟ كانت كاليفورنيا مركز صناعات الثياب الرياضية أو سبورتس وير.
شركة ليفاي ستراوس المنتجة للجينز مركزها في مدينة سان فرانسيسكو، وقد كانت الثياب المصنوعة من قماش الجينز حكرا على العمال والرعاة في البدء، ولكنها تحولت إلى ثياب عملية للرجال أولا وللنساء بعد أوائل الثلاثينيات، وهذا تحول جذري في طريقة العيش هنا. Change in how people lived. Barbie was introduced to the world in 1959. تم تقديم باربي إلى الجمهور سنة 1959، وتلاها كان بعد سنتين نزولاً على طلب المئات من البنات بأن يكون لباربي صديق. وكما تعلم كانت انطلاقة باربي من كاليفورنيا. هذه هي باربي الأصلية، أول باربي بالتأكيد، وهذا هو أول منزل لباربي من سنة 1962، وهو على الطريقة العصرية. The last section of the show is selling California modern. آخر جزء من المعرض مخصص لطريقة تسويق التصميم الكاليفورني كشرط أساسي لنجاحه، وتم ذلك من خلال معارض في الولاية والعالم والمجلات، وخاصة صور المصور المشهور جوليوس شولمان الذي أظهر كاليفورنيا على أنها أجمل مكان للعيش في العالم. هكذا انتشرت ثورة التصميم هذه في مختلف أنحاء العالم انطلاقا من كاليفورنيا، ولكن في متحف لوس أنجلوس عولمة من نوع آخر عبر فن الطباعة والتطريز. يعني هذا هو معرض الأماكن المألوفة طباعة وتطريز وخرائط عالمية، هل يمكن أن تحدثينا مزيد عن هذا المعرض تحديدا؟ هذا المعرض عن العولمة، عن المطرزات وعن المنسوجات المستوحاة من الطباعة، وقد سمي بمعرض استكشاف العالم لأنه معظم من عمل بالمطرزات والمنسوجات تأثروا بشكل مباشر بصور شاهدوها في الكتب أو المطبوعات. يعني بالعودة إلى معرض الأماكن المألوفة، يبدو أن هناك مزيج بين القديم والجديد نسبياً طبعاً والعالمية. بالتأكيد هناك مزيج بين الماضي والحاضر، بالإضافة إلى تنوع مصادر هذه الأعمال. دعني أريك بعضاً منها. الكثير من رسومات الفاكهة والورود المطرزة على هذه الستارة الجميلة مأخوذة من كتب صينية قديمة جدا يعود تاريخ طباعتها إلى أكثر من 3000 سنة. هذه الستارة هي جزء من قطعة أكبر تعلق على السرير، وعادة ما تكون مليئة بالمناظر بحيث أن الشخص المستلقي على السرير يتأمل في هذه المناظر. هذه القطعة بالتحديد هي واحدة من بين 4 قطع تلتف حول جوانب السرير من الداخل والخارج، ومضمون هذه الرسومات هو تصور لجنة عدن، وهي مطرزة بشكل جميل جدا، ومن المرجح أنها طرزت على أيدي سيدات أو حرفيين، وتتضمن الستارة العديد من الزخارف كالطيور والبجع والدجاج والخيول، بالإضافة إلى نوع من الورود يسمى التاج الإمبراطوري. وتظهر نفس هذه الورود في كتاب من مقتنيات المتحف يعود إلى عام 1617. يوجد لدينا ستارة أخرى تضم رسومات مطرزة ل365 نوعا مختلفا من الورود. The
This is an absolutely extraordinary هذا الغطاء مدهش، وهو غطاء سرير صنع في الولايات المتحدة عام 1912، وكما تشاهد إنه يضم أعلام الدول المختلفة بالإضافة إلى صور زعماء أمريكيين، ونرى أيضا صورا لحيوانات وطيور وفراشات. ولكن ما يميز هذا الغطاء أنه صنع في شيء كان يرفق بعلب السجائر. نعم، كانت شركات السجائر ترفق بطاقات ملونة لتسوق منتجاتها، وكان المدخنون يجمعون هذه البطاقات ويتبادلونها، وكانت هذه البطاقات توزع على شكل مجموعات، فهناك مجموعة صور للحيوانات ومجموعة للطيور والنباتات والأعلام والرؤساء وغيره، والهدف من هذه البطاقات هو جمع مجموعات كاملة. فكان على المدخن أن يشتري المزيد من علب السجائر لتكتمل مجموعته، فكانت هذه طريقة جذب الرجال للشراء. أما لجذب النساء، كانت علب السجائر ترفق بقطع قماش حريرية مطبوع عليها الصور نفسها، فبدأت النساء بتجميع قطع الحرير هذه وتحويلها إلى قطع أكبر لصنع أغطية للأثاث المنزلي. هذا عمل للفنان الإيطالي أليخيارو بويتي، وهو مثال رائع عن العولمة. وجد بويتي خريطة مطبوعة على ورقة في متجر للسلع المستعملة، وقد تأثر بها كثيرا، فقرر أن يكون خريطة يغطي فيها كل دولة بجزء من علمها، وقرر أن تكون الأعلام مطرزة بالخيوط الملونة. وبالفعل قامت نساء من أفغانستان بتطريز الأعلام على الخرائط. دعني أريك النساء اللواتي طرزن هذا العمل. This is a photograph by Randy Malkin Steinberger. التقط هذه الصورة المصور راندي ستاينبرغ، ونرى اثنتين من النساء الأفغانيات اللواتي طرزن الخرائط. وقد عمل بويتي مع النساء الأفغانيات منذ عام 1971، إلا أنه بعد اجتياح روسيا لأفغانستان فر النساء إلى بيشاور في باكستان، وفقدنا الاتصال مع هؤلاء النساء بشكل شبه كامل، وزادت الأمور تعقيدا بسبب القوانين الصارمة للتعامل مع النساء داخل مخيمات اللاجئين. فكان لابد لبويتي أن يتعامل مع أقارب النساء من الذكور ليكمل النساء عملهم في الخرائط. ارتباط وثيق بين السياسة والفن، الثقافة الإسلامية والفن الإسلامي كانا محط اهتمام الغربيين منذ عقود طويلة، ولكن بعد أحداث 11 من سبتمبر في العام 2001 بات الاهتمام بالثقافة الإسلامية من أولويات المتاحف في الولايات المتحدة. يعني أنت القيمة على القسم الإسلامي في المتحف هنا، ما هي المجموعة المعروضة في هذا القسم؟ لدينا في هذا المعرض نحو 150 عملا فنيا تقريبا، أما عدد المقتنيات الكاملة فهي أكثر من 1500 قطعة. لكن المتعارف عليه في المتاحف الأمريكية هو عرض 10% فقط من مجموع المقتنيات في وقت واحد. إلى أي زمن تحديدا تعود هذه المجموعة ومن أي مناطق؟ يعود تاريخ هذه القطع من أواخر القرن السابع إلى وقتنا هذا، وتمتد من مناطق عدة ابتداء من جنوب إسبانيا حتى آسيا الوسطى. ويوجد لدينا أيضاً قطع إسلامية هندية، لكننا نعرضها في قسم آخر. وما هي الموجودات يعني المعروضة في هذا المعرض تحديداً؟ لدينا مجموعة شاملة تضم مخطوطات من القرآن وكتباً ورسومات، ويوجد أيضاً مجموعة من السجاد والأقمشة، بالإضافة إلى قطع فخارية ومشغولات يدوية من المعادن المختلفة والزجاج والأخشاب. ما نتميز به هو مجموعة من القطع الفخارية، والتي تعد مثالاً عن بدايات الفنون الإسلامية، وهي نادرة جداً حيث يعود تاريخها إلى القرن السابع والثامن والتاسع.
كما نتميز أيضا بمجموعة من الأعمال الفنية المعاصرة. تتحدثين عن الفن المعاصر، هل الفيديو المعروض هو أحد الأمثلة على هذا الفن يعني هنا في القسم الإسلامي من المتحف؟ اسم هذا الفيلم السراط، وهو لفنان سعودي اسمه عبد الناصر غارم. يتعلق هذا الفيلم بحادث انهيار أحد الجسور في السعودية، احتمى فوقه الناس من فيضان فسقط ومن عليه، وراح ضحيته عدد كبير من الناس. عاد عبد الناصر وعدد من المتطوعين لزيارة مكان الحادث لإحياء ذكرى من ماتوا هناك من خلال كتابة كلمة الصراط بشكل متكرر باستخدام الطلاء. صور جزء كبير من هذا الفيلم ليلاً، إلا أن ذلك يضفي طابعاً مناسباً للموضوع. Writing to as a form of expression and art. إلى أي حد يهتم الجمهور الأمريكي بالفن الإسلامي؟ وهل تغير هذا الاهتمام يعني مع تطور الأحداث السياسية ربما؟ I would say so. أعتقد أن الاهتمام بالفن الإسلامي ازداد بشكل ملحوظ بعد أحداث 11 من سبتمبر أيلول. ففي السنوات الأولى بعد الهجوم ازداد زوار معرضنا. أود من خلال المجموعة الإسلامية لدينا أن يخرج الزائرون بانطباع إيجابي عن هذه الحضارة وأن يروا كل ما هو جميل. فعندما يتأمل الزائر بقطعة جميلة قد يجد بينه وبين صانع هذه القطعة رابطاً مشتركاً، وهو التذوق الجمالي للفن. إلى أي مدى تعتقدين أن الفن والمعروضات الجميلة تلعب دوراً في التقريب بين الحضارات المختلفة؟ أعتقد أن الفن هو من أسهل الطرق لجمع الناس، فعندما تنظر إلى قطعة جميلة تتحدث عنها وتتشارك في الاستمتاع بها مع الآخرين. فالفن لغة عالمية مفهومة يتحدثها الجميع. أشرفت على معرض مختص بالهدايا المتبادلة في العالم الإسلامي، وشاركنا في معرض في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أول متحف أمريكي متعلق بالفن الإسلامي يفتتح في الشرق الأوسط. ما لا يعرفه الكثيرون هو أن معظم المقتنيات الجميلة في الفن الإسلامي صنعت كهدايا، ويضم هذا المعرض قطعاً منتقاة من أكثر من 30 مجموعة مستعارة من أهم المتاحف العالمية. هكذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة من آفاق. يمكنكم مراسلتنا على afaq@bbc.co.uk أو زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك facebook.com/afaq.bbc. انتظرونا الأسبوع القادم مع مزيد من المواضيع الثقافية والفنية. إلى اللقاء.